بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة بس مش هطول هو كلام مختصر بس كده محبش أرغي بس افهموا حاجة معينة أي تعليق أي على الفيس أو إعجاب أو عدم إعجاب أو حتى يعني أي حاجة أيقونة كده أو أي رمز بتعمله على فيديو وحش مش كويس ده بيساعد على نشره وبيأثر فيه إيجابيا فبلاش أي حد يعلق على أي حاجة مش كويسة يعني ممكن انت تشوف اي فيديو واحد لابس حلق او واحد ملون او واحد استغفر الله العظيم او واحد استغفر الله العظيم فبلاش تعلق باي حاجه او حتى تعمل كومنت او تعمل لايك او تعمل اه عدم اعجاب او تشتم او اي حاجه خالص سيبه وتجاهله وحتى يعمل اه ممكن تعمل كده المنيو بتاعته وقول ايه اه ريبورت او يعمل عدم اظهار الفيديو ده او غير مهتم بيه من فوق كده من القايمه الثلاث نقط في الفيس تمام بس كده